ومعنا من أنطاليا مراسلنا عدنان الظهر. عدنان، يعني حتى قبل أن تبدأ القمة بدأت التصريحات تعبر عن الرغبة في توجيه رسالة صارمة بعد أحداث باريس. في الحقيقة خالد، قضية الإرهاب ربما هي القضية الأبرز الموجودة على أجندة اجتماعات مجموعة قمة العشرين. هذه الاجتماعات ما زالت متواصلة هنا في مدينة أنطاليا. هناك لقاءات ثنائية بين رؤساء الدول. كان هناك لقاء ثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي باراك أوباما، حيث شدد الطرفان على ضرورة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا ناقشا الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس. في الحقيقة حصلنا قبل قليل على مسودة البيان الختامي الذي من المتوقع أن يصدر يوم أمس. ربما هناك الكثير من النقاط التي ركز عليها هذا البيان، لكن دعني أشير هنا إلى أبرزها، وهي أن الإرهاب ظاهرة عالمية ولا يمكن ربطها بأي دين أو جنسية أو عرقية. أيضا مسودة البيان الختامي ركز على ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة الحدود وحركة الطيران. أيضا هناك نقطة مهمة أشار إليها البيان، مسودة البيان الختامي، وهي أن الهجرة غير الشرعية هي مشكلة عالمية ولا بد من وضع آليات وأطر معينة للحد منها، ولا سيما فيما يتعلق بهجرة اللاجئين السوريين إلى الدول الأوروبية. اليوم أيضا سيكون هناك على هامش هذه القمة لقاء ثنائي سيجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. أيضا سيكون هناك لقاء بين أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. غدا في تمام الساعة 3:30 عصرا بالتوقيت المحلي لتركيا سيكون هناك البيان الختامي لهذه القمة. شكرا لمراسلنا عدنان الظاهر، كنت معنا من مكان قمة مجموعة العشرين في أنطاليا.